لقيت في الحاح من رقم تليفون اتصال وواتساب واس ام اس. انا الحقيقه شكيت في الحاح لانه اولا كان الوقت متاخر، كان امبارح كمان اجازه. لقيت في رسالة جايالي من تليفون اس ام اس، يعني بتقول لي ابعدي عن قضية شيماء والا ومحطوط مخطط. لقيت ان الخطين اللي كان بيلح عليه ان هو يجي المكتب والرقم التليفون التاني مربوط بنفس الايميل، مربوط بنفس الاسم، مربوط بنفس الشخص. فطبعا عرفت ان الموضوع ان هم عايزين يوصلوا، يعني يحددوا معايا ميعاد ويجوا لي، وبعد كده الله اعلم بقى ايه ممكن يحصل. طبعا انه في الاخر اذا في شخص بالشكل ده جيب تهديد ليا، ده معناه ممكن يودد اخرين. طبعا حسيت انه في الاخر بصدق قضيتي، ما دام في حد بيهددك واذا هو حاسس منك بالخطر، اذا انت اعتبرتي صحيح لاداء رسالتك.